حياكم من جديد مشاهدينا، راح نبدا معاكم باسم لعبه ورقيه اسمها بكل بساطه تراد وجه النحس، بس الله لا يجيب النحس. وهذا الاسم صراحه لازم نعرف ايش قصه الاسم ده. السعوديون ابتكروا هذه اللعبه ووجه النحس داوروها كثير من الشباب، في ناس عرفوها، في ناس انجذبوا لها، في ناس خافوا منها. اكيد ما فيها اي نوع من انواع الفودو او شيء، لكن فعلا فيها شيء غريب لما نعرف عنها اليوم، وحنتعرف عليها من خلال اكيد مطور الالعاب فراس غمور وايضا محمود زيني رسام فنون متحركه. حياكم الله استاذ شباب، اهلا وسهلا، منورين ومشرفين غير نحسكم. يلا الله نقول لكم ايش القصه حقت وجه النحس. طب بدايه يا ريت تقول لنا ليش اسم وجه النحس على لعبه ورقيه ممكن يلعبوها كثير من الشباب والبنات؟ وجه النحس اعتمدنا بالاسم على اساس انه يكون في نوع من انواع الماركتينج. وجه النحس اي واحد لما بيقول يا اخي اول انطباع زي ما انتم قلتوا، إيه ليش وجه النحس؟ الاسم قوي شوي اجريسيف، تحسي يا اخي انت ايش يعني، انتم معترفين انه في شيء اسمه نحس؟ نعم نحن معترفين انه في شيء اسمه نحس، لكن ما هي لا في حياه اجتماعيه لا في حياه اسريه زوجيه، ما في هذا الموضوع. اذا كان في شيء في الدنيا اسمه نحس فحيكون بمبدا مبسط نقدر نقول على لعبه، يعني انه حطيناها على اساس انه لعبه، ويمكن هي ماشيه ماركتينج اكثر. صح. عشان اشرح لكم هي، لانه هو في شيء في اللعبه نفس الديناميك حق اللعبه نفسه يسوي حركه تخليك تحس كانك منحوس. ايش الحركه دي؟ اوكي، انت لما تلعب اللعبه الفكره الاساسيه ان انت تحاول تصرف الورق اللي عندك، اوكي؟ كل احد يحاول يصرف الورق اللي عنده، اخر واحد يبقى معاه كل الورق هو وجه النحس، هو المنحوس في اللعبه. بس هو مو منحوس، هو يعني لازم يلعب بتكنيك، فهمت كيف؟ فاحنا بس حطيناها كذا للجذب، والكمان انه نحاول بطريقه عكسيه الانسان يحاول انه يعني يلعب زي الناس عشان يفك عن نفسه النحس، عرفت كيف؟ ما يحس بالموضوع حظ. ذكرتوني بلعبه قديمه كنا نلعبها زمان، بس انتم اعتقد طورتوها شكلا ومضمونا في بعض الاشياء. كنا زي كذا، كنا نحاول اخر واحد يفضل معاه كل الورق هو المخزون، هو اللي حيكون خسران. هي اللعبه مولفه من اكثر من لعبه طبعا. الاصاله في الالعاب الكروت شيء مره صعب، لكن الواحد يولف اكثر من لعبه مع بعض ويخليها لوكلايزد، يعني يخليها محليه. وهذا اللي احنا سويناه في اللعبه. حلو. فراس، كم عدد الاشخاص اللي ممكن يلعبوها؟ الاشخاص اللي ممكن يلعبوها من 2 إلى 6 أشخاص. أوه. ويعني الفئه العمريه اللي نحن مستهدفينها في هذا الموضوع فئه المراهقين، فئه ما شاء الله تتنوع، يعني بيجونا ناس في ايفنتس يا طراد ويا لميا، واحد ما شاء الله كبير في السن يقول يا اخي انا بس ابغى اعرف كذا كذا، مهتمين بيها ما شاء الله، عمره بسم الله عليه يعني فوق الأربعين سنه. ما هو ما هي مقاسه بعمر معين، بالعكس الكل ممكن يلعبها، وعدد 6 أشخاص تجمع والله، تلم اشخاص يعني كثير عندك في البيت ما تطفش. اللي يعني مطور هذه اللعبه هو كان بصراحه مفترض انه يكون موجود هنا معنا، حسام بغدادي. نحن برضو معاه محمود زيني، فئة كبيرة من الشباب ما شاء الله تبارك الله، فريق كامل في هذا الموضوع. والشابات كمان، الشابات أكيد. طب نبغى نعرف طريقة لعب اللعبة، نبغى نلعب، إيش رأيك تراد؟ يعني أنا صراحة شدني الصورة اللوجو، هذا اللوجو للعبة، إنه يعني دارك وجراي. يعني إيش هذه؟ مجلة كمان برضو تجي مع اللعبة، فيها شرح لقصة الشخصية الأساسية هاني اللي رسمته الفنانة لطيفة راشد ما شاء الله. وهذه القصة من رسمي تشرح برضو قصة الشخصية اللي هنا. وقديش هو منحوس؟ هو احنا بالضبط القصة اللي احنا بنحاول نوصله، هو مسكين ايش يحس، هو يحس نفسه منحوس، عرفت؟ فاحنا المسج حقنا انه ما في شيء اسمه نحس، هذا شيء في عقلك، عرفت؟ انت العب زي الناس وخلي عندك إرادة كويسة وخذ بالأسباب وان شاء الله ما تكون منحوس. لكن هو مقنع نفسه خلال اللعبة، هذا شيء جميل. احنا حنلعب ان شاء الله وحنجهز الست، لكن عندنا فاصل سريع نقدر نطلع الان وبعدين نجهز، نطلع الفاصل وحنرجع نجهز الست عشان نجهز الورقة، خليكم معنا. الست جاهز عشان نعرف ايش وضع النحس معانا اليوم في طاولة ساعة شباب. بس قبل ما نعرف فراس، انت شرحت لنا في الفاصل، فيا ريت تشرح للمتابعين والمشاهدين ايش هي بداية طريقة هذه اللعبة. جميل، علشان ناخذ يعني عشان نكون سريعين في الوقت اكثر، حطيناها زي كذا. طبعا في عندك اكثر من امر يخليك تخلص الورقة اللي في يدك. مهمتك الأولى والأخيرة إنك تتخلص الورقة اللي في يدك علشان تطلع من برا اللعبة. صح، هذا هدفك الأساسي، هدف الأساسي طراد. وإذا أنا طلعت من برا اللعبة، لا، في أمر يرجعك للعبة مرة ثانية. لا تنزح يعني أنت إن شاء الله يا رب ما يطلع لي هذا اليوم. حتقعد على أعصابك إلى آخر حاجة. طيب يعني الورق عبارة عن أرقام
واكشنز اللي هي فوق تحت. أيوة. شيل يا نحس. أيوة. الاثنين هذه فقط. شيل يا نحس. في كمان اكثر عندك احرقها وعندك صفرها وعندك كمان سكيب زي اونو. حلو. وعكس الدور. أيوة. احرقها لما ترمي اصلا انت لما بتلعب اللعبه انت بتحطي الورق مثلا اثنين اللي بعدك يحط زيه او اعلى منه. حلو. واللي بعده يحط زيه او اعلى منه. لكن لو مثلا وصلتي مرحله وما عندك رقم زي اللي على الارض او اعلى حتشيل كل شيء. بالضبط. فكرت 8 يحرق الساحه كلها يخرجها برا. فهمت كيف؟ انا اللي حسويه انك انت بتشرح يا محمود انا حاقعد اوزع الورق يلا. على اساس بنلعب كذا. ما شاء الله تبارك الله. لا لا ها جميل. جميل. هي التوزيع حيكون لكل واحد اوراق مقفله ثلاثة اوراق بهذه الطريقه قدام وهنا كل شخص ثلاثة اوراق. محمود تفضل حبيبي لو نوزع شويه. هيلب يور سيلف الله يخليك. هيلب يور سيلف اللعبه. وفي فوقها ثلاثه مكشوفه. حلو. ثلاثه مكشوفه. سلام. بقي ورقة. ثلاثة ورقات في يد كل واحد. ممتاز خلاص. وثلاثة ورقات. يعني بيسكلي كل واحد عنده تسعة أوراق يصفوا. بالضبط. الثلاثة مقفولة، ثلاثة مفتوحة، وثلاثة في اليد. جميل. اللعب تصاعدي دائما وأبدا. يعني مثلا أنا لو حطيت أول واحد يلعب هو اللي حيحط رقم واحد، فاللي عنده رقم واحد ما شاء الله عليك يا محمود. أوكي. يلا حطي زيه أو أعلى. أوكي. وعلى طول تسحبي ورقة عشان يكون في يدك ثلاثة أقل شيء. لابد أن يكون أعلى دائما. واحد أو أعلى. ثلاثة. الله عليك. أنا مثلا أبغى أورط محمود فأقول 13. الله أكبر. ورطنا كلنا. ما أقدر، ما عندي شيء أحطه فأشيل كل حاجة. تفضلي. أوكي. وتسحبي ورقة. طيب هنا نقول 10. تفضلي مع أطراد. شكرا أنا ورطتني. شكرا لك. أنا أقول مثلا 3 علشان أصرف الورق الصغير. أنا إيش أسوي؟ أنا أحط لك 13 أوريك. أوه تفضلي لمي. أوكي. حلو. عندي كارو والله ورطوني يا ابوي. ايش اسمع انا ما نسال في اوامر لميا هي اللي بتخليك تمشي. عندك مثلا امر شفاف على سبيل المثال. انا عندي. طيب احرق. احرق. جميل. طيب كنت حطيتها والله ما حقتني. اول مره. اول مره لسه. طيب عموما احنا يعني احنا لسه حنكمل عشان ما بكون وجه النحس على الهواء مباشره. احنا تقريبا وقت الحلقه شارف على انتهي. بس ابغى اسال محمود على ناحيه الرسم تحديدا، هل هي الرسم اصعب مرحله ولا في والله يا سيدي شوف انا اقول لك حاجه. في تطوير الالعاب تطوير اللعبه نفسها اذا غالبا يكون هو اصعب شيء. لانه كل لعبه لها منطق معين وقوانين معينه لازم تعرف توصلها للمستمع او اللي بتحاول تلعبه اللعبه. التلوين والرسم فيما بعد طبعا له يعني صعوبه الخاصه. أيوة. لكنه يعني في الاخير هو جميل يعني وتطلع بشيء جميل وحلو. بس الصعوبه اكثر شيء في التطوير وهو شيء لازم واحد يلعب فيه. صحيح. طب فراس خليني اسالك سؤال. يعني في النهايه وفي الفتره الاخيره صرنا نشوف كثير من الشباب السعودي بيبتكروا العاب جديده مثل هذه الالعاب، فهل نعتبر انه ابتكار الالعاب بيئه خصبه جدا للشباب في هذا الوقت؟ منصه موجوده خصبه فعلا وممكن الواحد يستغلها، وهذا الشيء مؤسسه انوفيت بتسويه مع الناس. ايش اللي بنسويه نحن؟ بنقول لاي انسان، انت يا لميا وانت يا طراد، اي واحد بيشوف لو كان مثلا عنده فكره يقدر يطرحها على فريقنا ونحن نسوي له نطور له اللعبه ويكون في بيننا وبينه نسبه. حلو. بيننا وبينه عقد انه نحن نحاول نطور اللعبه حقته. حلو. وننزلها في السوق، نحن نمسك البروسيس هو يكون. حلو. شريك معنا. جميل. يعني انتم الان يمديكم تحتضنوا اي فكره عشان تبداوا تنفذوها وتساعدوهم في تطويرها. جميل جدا. اخذنا البوينت، ما اخذنا بس فكره اللعبه، اخذنا ايضا يعني توجه جديد ممكن ننضم له عشان نطور اي لعبه ونظهرها على ارض الواقع. ما ودك احنا اكيد اللعبة. صراحه فراس يغمور ومحمود زيني سعيدين جدا بتواجدكم معنا اليوم، فخورين جدا بابتكاركم لهذه اللعبه. وانا عندي فكره من دحين انكم تسووها اونلاين، يصيروا الشباب يلعبوها اونلاين اكثر. خلاص نسبتك موجوده. موجوده. حلو. عرفنا اليوم مين وجه النحس في هذه اللعبه. واكيد وصلنا لختام حلقتنا لليوم. راح نشوفكم بكره في نفس الوقت من الساعه 4 للساعه 5 وكذا. اقول لكم فمان الله معاكم. انا لمياء غالب وانا كنت معكم طراد سندي. كونوا بخير. السلام عليكم. هتكمل ولا لا؟